العمال موجودين بره خلف بلدنا وضد الارهاب واي حد يقرب ناحيه ارض مصر وتراب مصر. دم الشهداء غالي جدا علينا. النهارده واقفه بورود وشموع امام القنصليه المصريه بمدينه ميلانو لتقديم شهداء مصر الغاليين علينا، الجيش والشرطه، شهداء المساجد وشهداء الجوامع. احنا جايين النهارده في ميلانو، الجاليه في ميلانو، جايين نعزي شهدائنا من الجيش والشرطه اللي اخذتهم يد الارهاب الغاشمه. احنا ضد الارهاب، احنا شعب مسالم وشعب كريم، واحنا نامل ان هذه ان الارهاب ده يزول من مصر ان شاء الله، وايد باذن الله هيزول بشعبها وبشرطتها وبجيشها. بسم الله الرحمن الرحيم. انا موجود النهارده انا وفقي في جمعيه لوتس عشان نوعا ما تضامن من كامل مع جهاز الامن المصري ومع شهدائنا من الجيش والشرطه، وبندعو ربنا سبحانه وتعالى ان يتغمدهم ويتغمد كل شهدائنا يا ربي ويرحمهم. متشكرين جدا يا جماعه اللي بتعملوا عشاننا وعشان خاطر بلادنا، متشكرين بجد، وقلوبنا معاكم ومقدرين جدا اجتهادكم وكل اللي بتعملوه والله العظيم. قلبنا معاكم، البقاء لله لينا كلنا كمصريين. تحيا مصر بجيشها وشعبها وشرطتها وبناسها المخلصين، تحيا مصر. ما عنديش اكثر من ان انا اقول تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.